أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. صرح مصدر عسكري في قوات سوريا الديمقراطية أن داعش محاصر حاليا في وسط مدينة الرقة، مشيرا إلى أن عملية طرد التنظيم الإرهابي من المدينة قد يستغرق نحو 4 أشهر. وأضاف المصدر العسكري أن القوات مشطت نحو نصف الرقة القديمة وتتقدم الآن من جميع المحاور. قال المتحدث باسم الجيش الأمريكي ريان ديلون إن قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد داعش تستعد لمشاركة القوات العراقية في معركة تحرير قضاء تل عفر. وأضاف ديلون أن داعش يملك في مدينة تل عفر وخارجها ما يقرب من 2000 مسلح، متوقعا معركة صعبة هناك. قتل قيادي بارز في جماعة الشباب الإرهابية في الصومال بضربات أمريكية استهدفت مواقعهم بالقرب من منطقة بنادر جنوبي البلاد، بحسب ما قاله الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد. وأضاف محمد أن القيادي القتيل كان ضمن شبكة مسؤولة عن التخطيط لتفجيرات واغتيالات لتنفيذها في العاصمة مقديشو. أطلقت جماعة طالبان الإرهابية في باكستان مجلة رقمية موجهة للنساء لتشجيعهن على التدرب على حمل السلاح والانضمام للقتال في العمليات الإرهابية. واقترح طالبان التي تصدر المجلة على النساء تنظيم اجتماعات سرية نسائية في بيوتهن والدعوة إلى القتال وتنظيم دورات تدريب بدني على حمل واستخدام الأسلحة الخفيفة والقنابل. قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن أي حرب مع كوريا الشمالية ستكون كارثية على حد تعبيره. وأضاف ماتيس أن الجهود الأمريكية لحل الأزمة مع بيونغ يانغ تركز حاليا على الدبلوماسية، مشيرا إلى أن مهمته ومسؤوليته الأساسية أن تكون الخيارات العسكرية جاهزة إذا ما دعت إليها الحاجة. يأتي ذلك في وقت عد فيه الرئيس الأمريكي أن تهديده الأخير لكوريا الشمالية لم يكن قاسياً بما فيه الكفاية على حد تعبيره. أعلن الاتحاد الأوروبي توسيع لائحة عقوباته على كوريا الشمالية بعد تهديداتها الأخيرة لواشنطن وتصاعد التوتر بخصوص برامجها النووية. وزاد الاتحاد الأوروبي تجميد الأصول وحظر السفر على مسؤولين وهيئات في كوريا الشمالية بسبب انتهاكاتها المتكررة لقرارات الأمم المتحدة. موجز، إلى اللقاء.